مشاهدينا، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. بداية، وضح لنا أكثر عن هذا التفاعل الإيجابي من قبل المواطنين وإقبالهم أيضا على مشروع عافية. حقيقة كلمة شكر مستحقة لأجهزة الإعلام وفي مقدمتها تلفزيون الكويت، اللي حقيقة وصل الرسالة للجمهور لتحقيق الفائدة المرجوة من أكثر من 117,000 متقاعد للاستفادة من بطاقة عافية. يسعدني أن أضيف إلى ما تفضلت فيه أنه مع نهاية دوام اليوم بلغ عدد اللي استلموا البطاقات حوالي 9,100 بطاقة، وهذا أيضا مؤشر إيجابي بحد ذاته من أن هناك تفاعل وهناك رغبة من الاستفادة، وهناك أيضا الراصد لما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك تفاعل إيجابي، يعني أصبح مو فقط الرسميين اللي يوضحون خطايا أو تفاصيل المشروع، ولكن حتى الجمهور بحد ذاته. كون أكثر من 4,075 شخص يتصل في مركز خدمة المراجعين أو المتقاعدين بحد ذاته أيضا إيجابي، لأن تنوع الأسئلة ما بين الاستفسارات و عن أماكن الحصول بالبطاقات أو بالمظلة التأمينية وما إلى ذلك. إحنا حقيقة متفائلين جدا بأنه ما حصل خلال 24 ساعة من بعد بداية تدشين هذا المشروع إيجابي، ونتطلع إلى مزيد من التفاعل، لأنه هدفنا في النهاية إلى أنه هذه الفرصة تحقق أهدافها وغاياتها من استفادة أكبر عدد ممكن من المتقاعدين بلا استثناء. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، شكرا جزيلا لك.